شهر رمضان شهر العبادات والطاعة، شهر ذو فوائد عديدة، أهمها أنه يطهر الجسد ويكسبه صحة أفضل. بناء على ذلك أقر الكثير من الأطباء بأهمية الصوم ووصفوه لعلاج الكثير من الأمراض، حيث أنه يساعد على التقليل من نسبة الدهون وحماية الجهاز الهضمي وتعزيز صحة القلب وتحسين الحالة المزاجية، حيث أنه يساعد الدماغ على زيادة القدرة على مقاومة الإجهاد. الصيام مهم لصحة القلب والأوعية الدموية، فهو يساعد على الوقاية من الإصابة بجلطات والنوبات القلبية ويقلل من نسبة الكوليسترول بالدم، ما يساعد بانخفاض ضغط الدم واعتداله. يساعد الجسم على التخلص من السموم التي توجد بالجهاز الهضمي وعلاج بعض الالتهابات، ويخفف العديد من اضطرابات الألم المزمنة كالتهاب المفاصل والصدفية وغيرها. كما أن تناول الطعام باستمرار يسبب ضغطاً كبيراً على الجهاز الهضمي، وهو السبب بالعديد من المشاكل الهضمية والمعوية. الصوم يقوي أغشية الجهاز الهضمي ويساعد على إفراز العصارات بمستويات طبيعية وتحسين عملية الهضم، ويساهم أيضاً بتوفير الطاقة اللازمة للجسم من خلال تكسير الدهون المخزنة داخله، وهذا يساهم في حرق هذه الدهون وخسارة الوزن. فضلاً عن أهمية الصوم لتقوية الذاكرة، حيث أنه عند الصيام يتم إنتاج بروتينات وكيتونات تساعد على توفير الطاقة اللازمة لتنشيط الخلايا العصبية في الدماغ، وبالتالي تقي من أمراض الدماغ والذاكرة وتجعل الاستجابة للمعلومات تكون بشكل أفضل.